ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كيكه البرتقال، هعملها من البدايه خطوه خطوه، نمشي خطوه خطوه مع بعض عشان الناس اللي مش بتظبط معاها. اول حاجه انا معايا ايه؟ معايا كوبايه وربع سكر، ومعايا معلقه خل، معايا 3 بيضات، معايا بشر برتقال، ومعايا كيس فانيليا. الحاجات دي هعمل بيها ايه؟ الحاجات دي كلها هحطها في الخلاط، هضربها واقول لكم هنحط عليها ايه تاني. ماشي، وخليكم معايا كده خطوه بخطوه. اهو يا حلوين الخلاط بتاعي، هبدأ احط فيه بسم الله 3 بيضات، اضيف عليهم بشر البرتقال، ماشي، احط معلقة الخل بتاعتي، اضيف عليهم كوباية وربع سكر. عايز تحط كوباية واحدة براحتك، السكر ده بيبقى على حسب الرغبة بتاعتك، بس انا بقول لك كوباية وربع لان هي ده بيبقى ايه، طعمها بيبقى مظبوط لما تحط كوباية وربع. تمام، ونضيف كيس الفانيليا. عندك الفانيليا سايلة، حطي ربع معلقة. تمام، يبقى انا حطيت ايه في الخلاط دلوقتي؟ ال3 بيضات بتوعي، حطيت معلقة الخل، كيس الفانيليا، بشر البرتقال، الكوباية وربع سكر. تمام، هضربهم ونرجع نشوف هنضيف ايه تاني. ويا حبيبتي يا حبايبي، ضربت الخليط معاكو، هبدأ اضيف عليه بقى ايه وانا لسه معايا الخلاط كده. هبدأ اضيف عليه كوب برتقال، كوب عصير برتقال، دي عبارة عن برتقانية اللي انا واخدة البشر بتاعها. تمام، واحنا بنبشر البرتقان يا جماعة نحاول ناخد البرتقاني بس، باخد يا جماعه بس الجزء البرتقاني اللي هو لونه البرتقاني ده، لان الجزء لو خدت الابيض ده هيمرر معايا. تمام، فانا هضيف دلوقتي كوبايه عصير البرتقان دي، وهضيف كوبايه الا ربع زيت، كوبايه الا ربع زيت. تمام، هبدا اضيفهم بقى على الخليط اللي انا عاملاه دلوقتي. يا حلوين، ضربت الخليط معاكوا اهوت، ضربت الخليط في الخلاط اهوت. ماشي، هعمل بقى ايه دلوقتي؟ احط 2.5 كوباية. تمام، طيب 2.5 كوباية، انا عماله اقول سكر ودقيق وكده، انا بعاير بنفس الكوبايه يا جماعه. ماشي، عايره بنفس الكوبايه، هحط 2.5 كوباية وعليهم كيس بيكنج باودر. تمام، 2.5 كوباية عليهم كيس ايه؟ بيكنج باودر. هننزل بقى بالخليط السائل بتاعنا ده، الخليط السائل ده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا جماعه، معاكم واحده واحده عشان البنات اللي لسه مبتدئه، البنات اللي مش بتظبط معاها. تمام، ونحط ايه تاني؟ الدقيق ده يا بنات انا نخلايه، يعني انا نخله الدقيق ده قبل ما تعمليه تدخليه عشان لو في حاجه ولا كده. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسفه يا بنات لو التصوير مش بيظبط، عشان انا اللي بصور وانا يعني ماسكه الموبايل وانا بعمل. اخر حبه دقيق دول حطيت عليهم البيكنج باودر. ماشي، هقلب بقى وارجع معاكم. خلي بالنا بس واحنا بنقلب، نقلب في اتجاه واحد، نقلب في اتجاه واحد. اي حبايب قلبي، بصوا اللي انا بتكلم فيه، ان احنا نقلب في اتجاه واحد كده. ماشي، بالمضرب كده في اتجاه واحد، مش او بايدك. هنا بقى خلصت قلبت، هنا بقى الصينيه بتاعتي دي هدهنها زيت، ماشي، ورش الدقيق. هدهن الصينيه بتاعتي اللي انا احط فيها الخليط بتاعي زيت وشويه دقيق. يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وانتي بعد ما تحطيه بتهزيها كده ايوه، تخبطي خبطه كده. تمام، انا طبعا قبل ما اشتغل مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 180. ماشي، مولعاه عشان يسخن قبلها. لو اللي وصل بقى معايا الحته دي يقول لنا تحت في الكومنتات مين اللي كان بياكل دي وهو صغير. مين اللي لما كانت مامته بتعمل كيكه وهو صغير كان بياكل الطبق اللي كانت مامته بتعمل فيه الكيكه، ني كده طعمها جميل. ماشي، بدخلها بقى الفرن وارجع معاكم يا حبايبي. بصوا بقى يا حبايبي، الكيكه بتاعتي طلعت من الفرن. والله يا جماعه الكاميرا ظلمه اللون بتاعها،
يبقى الكروس من هنا. بصوا المفروض بقى ان انا اسيبها تهدى شويه واقطعها، بس انا هقطعها معاكم. بصوا يا حبايب قلبي الكيكه بتاعتي، بصوا هشه وخطيره. المفروض كمان كنت استنى لما تبرد. بصوا بقى، تعالوا بقى ما ندوق كده. بسم الله. خطيرة يا جماعة، تحفة. بما اننا بقى في اجازة والولاد كلهم واخدين اجازة، ماشي، دلعي بقى ولادك. بصوا من تحت التسوية، بصوا جميلة ازاي، بصوا بصوا هشة ازاي. بصوا يا جماعة هشة ازاي، جميلة مش مكتومة، وخفيفة وجميلة. جربيها بقى كده وقولنا رأيك في الكومنتات. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة. وشكرا جدا على الناس الغالية اللي منوراني واللي بتفرحني بالكومنتات بتاعتها. واتمنى يا رب ان انا اعمل لكم ان شاء الله كل جديد، واتمنى كل حاجة بعملها تجربها وتعجبكم. قومي بقى يلا كده اتنشطي واعمليها وقولي رأيك فيها ايه. يلا يا حبيب قلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.